أيضا يسأل عن تكرار العمرة مرات. الآن شوفوا مذهبنا المالكي أن العمرة يكره تكرارها أكثر من مرة في السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر أكثر من مرة. بعض العلماء أجاز ذلك وأجاز التكرار بناء على فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، لأنه اعتمر 1000 عمرة. فلذلك نحن الآن اللي يمشي للسعودية ويمشي للعمرة لما يسأل نقول له عادي لك أن تعتمر، مش لازم تشده بالمذهب المالكي وتقول لا ما تكررش العمرة مكروه، ما هو ربما يمشي مرة واحدة. فإذا أجاز بعض أهل العلم تكرار العمرة معليش تفتي له بذلك القول حتى يستفيد من أجل تكرار العمرة، لأنه ربما لن يذهب مرة أخرى. فمش تقول لا مالكية وكيف مالكية وأمتى ما تبوا تطلعوا، الآن فيه مقصد للشارع وهو حصول الأجر لهذا المعتمر. المعتمر هذا إذا كان يبي يكرر، هناك علماء أفتوا بجواز تكرار العمرة فله أن يكرر.